حارة الحدادين في رشيد صح؟ سوق الحدادين. ازيك يا عم الحاج؟ سوق الحدادين. سوق الحدادين. رشيد. واحنا معدين كده لقينا عم الحاج وابنه بيعملوا عربية كارو. ايوه. العربية كارو بتتصنع. وبعدين فوجئت ان هم بياخدوا كاوتش العربيات. بص. بتاع العجل الداتش. والجنط اهو. عجل معين؟ لا بتاع اللي هو اي عجل اي عجل اي عجل وبقى لك قد ايه في الصنعه دي يا عم الحاج؟ احنا بقى لنا انت عرفتني باسمك؟ محمد طحاوي. وانت محمد برضه؟ برضه محمد بس محمد يعني ده محمد محمد وانت محمد طحان طحان وابنك قص عندك اسمه محمد ابن محمد؟ لا ابني اسمه ياسين ما قدرتش اسمي محمد عشان نغير بقى لكم قد ايه في الصنعه دي يا عم الحاج؟ يعني بقى لي 30 سنه في الصنعه دي واخد عن ابوك عن خالي خالك هو كان صاحب المحل ده كان صاحب المحل علمك الصنعه علمني الصنعه دي خالي حق علي طه حق علي طب قول لي بقى العربيه دي بقى بتتعمل ازاي؟ ممكن تشرح انت بقى عشان انت تقدر توطي وتحرك كده بتجيب ادواتها حته حته حاجه يعني مثلا دي زاويه دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها وده لوحده واللي تحت كل حاجه بتتجمع خشب وحديد تتجمع حاجه انا جاي مقفلها بتجيبوها من هنا من رشيد كله من عندكم هنا في شغل حداد ده حداد بتاع طبعا عشان يلحموا كده وفي شغل خراط بتاع مخرط كان زمان العجله دي خشب خشب هاي العربيات خشب وفي بلاد فيها خشب حاليا برضه لسه فيها خشب لا ده بس كل بلد ولا حاجه بس الكاوتش ده احسن طبعا اي هو اللي شغال في البلد ويخلي مثلا العمار يستريح شويه يعني الخشب صعب ودي بقى تاخد منك قد ايه بقى دي بقى بتاعه العربيه دي دي القعده بتاعتها والله بتاع العربيه دي ولها جزء القدامان لا عجلتين كمان قدام الجزء القدامان طبعا هنا اهو وبعدين بتاعه على هنا العريش على الحصان ودي تاخد منك وقت قد ايه يا محمد تجمعها كله تاخد اسبوع لو حاجتها كلها موجوده لان في حاجات بتقعد اكتر من اسبوع يعني مثلا لو حاجتها ما جهزتش تقعد اكتر حسب بقى الحداد ما بيخلصك وبتاع المخرطه لان انت بتوزع ادواتها وبتيجي تجمعها تقفلها طب هل في عربيات كارو ليها مواصفات خاصه في صغير مغزى يعني مغزى. ممكن يعمل فيها صندوق مثلا ايوه ده طلب كل واحد زمان بيبقى في حاجه هنا كده ما دي الاله بتاعتها المغزى اللي بتاعه كده بس دي مخلوعه بقى دي بتتصلح دي بتتصلح مفكوكه ودي بقى تتكلف كام بقى يا محمد مش حسب تكلفتها حسب كل ما كلها مواصفات في المتوسط يعني النهارده بتاخد من 5-6 7000 8000 في الحدود دي واكتر يعني لو انا قلت لك عايز عربيه بالحجم دوت جاهزه هي تقول لي عايز 10000 جنيه تاخد ال 10 وتعدي وبرده تكلفتها بتبقى لحسابك ما فيش اتفاقيات كل واحد حسب ظروفه حسب طلباته وما بتتفقش فيها بتتفق مصنعيه بس وتجيب له كشف بكل حاجه انت جايبها له يعني انا اقول لك دي حتى مصنعيه اللي هي الاجره بتاعتها والحاجه انا اجيبها ولا لا هجيبها لك واجيب لك كشف بيه مش جوه ال 10000 ايوه جوه بس ايه النهارده عشان الشيء غالي والدنيا بقى صعبه انت عملت نظام تاني ايوه عملت نظام الحاجه لوحدها والمصنعيه لوحدها المصنعيه الاول كنت بتتفق عشان النهارده بتشتري الحاجه بجنيه بعد بكره ولو ما خلصتش في خلال الاسبوع ولا 10 ايام تتغير الاسعار ما تنفعش معاه تتغير الاسعار تخسر معاه لان مثلا الشيء النهارده كل ساعه في شكل اتفقت بحاجه جايب الشيء ده بخمس قروش و10 جنيه مثلا تيجي الصبح تجيبه يقول لك بقى ب 15 ب 13 يجي الزبون يقول لك انا متفق اصبح الزياده انت تشيلها من خناقات بقى ومشاكل بقى اصبح الزياده انت بتشيلها من جيبك فالشغل كله تعبان والدنيا بايظه طب محمد انت بقى لك كتير في الصنعه دي ايوه عربيات الكهرباء دي حاجه كانت مهمه جدا زمان انا وقيت ايوه معاك من زمان بس يعني النهارده بقى يعني كانت موجوده في وسط القاهره بتمشي بتعمل حاجات مهمه جدا النهار لما اخذ الداتسون بقى والحاجات دي طلعت والتكاتك والتكاتك ولما اخذ الموتوسيكل اللي هو كل ده بس دي فيها ميزه الامان بس كل واحد بقى كل واحد حسب بقى ما هو بيرتاح في الشغل يعني في اللي ساب المهنه دي دلوقتي جاب موتوسيكل اللي هو التروسيكل ده واللي جاب تاكسي بلد بيشتغل عليه التروسيكل اللي هو فيه عربيه اللي هو بصندوق يعني صندوق وفي اللي بيشتغل على العربيه ده هسه عربيه نص كل اللي بقى سواق اثرت عليكم يعني شغله قلق وبيبص برضه استاذ محمود برضه
لمثلا الحصان اللي مثلا كان بياخد 5 جنيه في 10 جنيه النهارده عايزه 70 80 جنيه وعايز مكان يبات وهو لا هو من ناحيه مكانه هو كان عنده مكانه عشان شغل اصبح هو ال 70 80 جنيه ما بيكسبهمش عشان يجيب له بيه الاكل الحصان بياكل بالسعر أيوه ده بالسعر ده طب اصبح هو عايز ياكل وعياله عايزه تاكل وبيته عايز ياكل وعايز يصرف وعايز يلبس وعايز يشرب اصبح كل بقى بيدور على الاحسن على الحاجه اللي تجيب له ايه الثاني البنزين مشي جاب فلوس ما مشيش ايوه فده اسرع الشغل بتاعه ايوه قال قال حتى بس يعني بتشتغلوا يعني مش ناويين تقفلوا لا 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 مالناش شغل الا له مالناش شغل ما فيش مالكش مصدر رزق اهو طلع نزل وبتتحايل على الزبون شويه بتمشي مع هل الحته هنا فيها كذا حد بيعمل عربيه كهرباء في جماعه في الشارع اللي هنا موجود ده طب معلش عشان انا مش عارف انا شفتكم وانا ماشي كده هل رشيد مشهوره انها بتعمل عربيات كارو ولا المحافظه كلها فيها عربيات لا هنا لا مشهوره بالذات لان يعني مثلا كفر الشيخ مثلا فيها ناس فيها بتعمل فيها فيها, 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 فيها بس بقى طريقه عربياتهم تختلف غير عن غير بتوعنا دول خط كفر الشيخ بيبقى عربياته حديد كلها لحام صندوق كده ليه بلدهم كده نظامها كده كل بلد لها نظام ودمنهور غير دمنهور واسكندريه وادكو كل بلد منطقه لها ايه حتى تلاقي العربيات تختلف شغلها عن صنعتها عن شكلها عن حتى التقفيل بتاعها يختلف تماما طب لما الشغل بينام حاجة بتعملوا ايه؟ يعني قاعدين على باب الله هنعملوا ايه؟ قاعدين على باب الله مالناش شغل الا دي هو عامة الشغلة يعني مش 100 في مش مي مش نص مش 50% ماتق دي 100% يا ساتر 100% مش يعني انت بتجي لك طلبات كل قد ايه مثلا تعمل ساعات عربية. ممكن تقعد اسبوع واسبوعين ما عندكش حاجه تشتغل في عربيه مثلا تتسلى فيها ساعتين تضيع الساعتين وخلاص بيجي لك عربيه تتصلح تصليح انما جديد ما بقاش جديد ما هو استاذ محمود بيجي مثلا بيسمع مبلغ سعر جديد بيقول لك سلام عليكم حتى لو هو حتى لو معاه القرش لو القرش بتاعها في جيبه بيبص يلاقي ان الفلوس دي ايام يقول لك اجيب بقى حاجه تانية احطهم في مصلحه تانية بس دي بتقعد وتعيش ايوه ماشي بس بقى بيدور على التغيير شغلها لا مؤاخذه برضه شغلها اقل شغلها اقل في الغيطان وفي لا مؤاخذه البلاد دي شغلها الفلاحين أقل. الاول كان مع كل واحد عنده واحده واثنين وثلاثه النهارده جاب عربيه دبابه بس رغم ان انت عارف ده كله يا محمد ان انت ماسك في الشغلانه ما هو اللي طرحت فيها بقى ما انت لو عندك مصدر رزق تاني لو دي مثلا ريحت هتخش على المصدر التاني على اللي بعده انما انت ما عندكش صاحي نايم النهار بتقوم من النوم بتتكل على الله لغايه ما تفرق شغلك ولو ما عندكش حاجه بتقفل بدري بتقفل تروح بعد على القهوه بقى تروح على الكورنيش لو ما كنتوش شغل دلوقتي كنا بنشطب يعني احنا كنا رواح احنا لا تنطف اخر لا تنطفش برضه في جماعه هنا برضه وفي ورش منشار وفي كل ما هي المنطقه دي متجمعه الحدادين والخراطين معروفه بسوق الحدادين بس في شغلات يعني انا حسيت ان الشغلات دي بقت بعيده قوي شويه لكن فيها يعني حتى فيها حد بيعمل حدوتة الحصان ايوه ما هي المنطقه دي عامه هي المنطقه دي كلها بتكمل بعضها برضه جنبنا هنا المعظم اللي بيطبق معايا اللي هو بتقول عليه دي كلها من منطقه عامه المنطقه كلها بتكمل بعضها حتى بتاع الخشب بتلاقيه موجود والورشه جنب منه بتاع الحديد والحديد صناعه متكامله كلها بتلف دايره واحده بتجمع من ده لده لده بس بيقولوا بقى ان السوق هنا يعني نزل خالص ده نزل ما انا بقول لحضرتك نزل السوق كله بقى مش بس اللي لا عامه الدنيا كلها لا السوق هنا كان شغال كان شغال ما كنتش متبطل اصلا بس استاذ محمود ما كنتش طالع تعرف افتكر معايا شويه كده ارجع ورا شويه قول لي قوي كان ايه رشيد ما كناش بنقعده حد ما كناش بنقعده بالشغل النهارده دقه بتاع خلاص وبعدين ده اربع تنفار بيشتغل فاتحين اربع بيوت هنا يعني لو بيوت. لو جاب 100 جنيه بتتقسم على الاربعه ما جاش بقى بيتولاك ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رضا دي رضا من الله واحنا الله يخليك يا مبسوطين اللي شفناكم والله اي خدمه تفضل يا سلام عليكم